تبادل الخبرات والقيادات الشابة هو أحد البرامج المتفق عليها بين الحكومة العراقية ونظيرتها الأمريكية، حيث يتم اختيار مجموعة من الطلبة العراقيين بمختلف الأعمار ومن مختلف محافظات العراق لأخذهم في زيارة قصيرة إلى أمريكا. وبموجب هذا البرنامج يتم تبادل الخبرات المتعلقة بالأعمال التطوعية التعاونية والخدمية بين الطلبة المشاركين في البرنامج والشباب العراقيين المقيمين في أمريكا والأمريكيين أنفسهم، وذلك في ورشات عمل تقام في عدد من الولايات الأمريكية. هو برنامج برعاية السفارة الأمريكية في بغداد، وهذا البرنامج قائم منذ تقريب 7 سنين. هم يقومون بجلب الطلاب العراقيين من مختلف المحافظات، يكون التقديم باستمارة أونلاين، ويأتون هنا إلى الولايات المتحدة لمدة 4 أسابيع. يأخذون يعني في فترة في فيرمونت، في ولاية فيرمونت، تدريبات على مهارات القيادة، مهارات يعني التنمية البشرية، مهارات روح الفريق، مهارات حل النزاعات، كثير من المهارات المتعددة. طريقة الاختيار هي طريقة للطلاب الذين لديهم المهارات العالية، للطلاب الذين يستطيعون أن، طبعا هو مفتوح لكل الأشخاص، لكل الطلاب، وبالتحديد طبقة الرابع الإعدادي، خلينا نقول هيك، إلى الخامس الإعدادي. طبعا باسم الجالية العراقية استقبلنا 25 تلميذ من تلاميذ الثانويات العراقية اللي جوا ضمن برنامج التعاون وتبادل الخبرات الشبابية، القيادات الشبابية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحكومة العراقية، فصارت حالة من التنوع في استقبالهم واستضافتهم، قسم في البيوت، قسم في الفنادق، قسم مع عوائل العراقية، لغرض يعني تلاقح الأفكار والتفاهم والإطلاع على تفاصيل الحياة اليومية للشباب هنا. يعمل هذا البرنامج على فتح المجال للحوار بين الشباب من مختلف أنحاء العالم لتنمية القدرات المعرفية والتعرف على الحضارات المختلفة، وعملنا على أن يخوض المشاركين تجربة عملية متكاملة بالتعايش الفعلي مع المجتمع الأمريكي. كيفية التعامل مع المشكلات الاجتماعية وإيجاد الطرق المناسبة لحل الأزمات كانت من أهم الأمور التي تم التطرق إليها في ورشة العمل التي تم تنظيمها في مدينة سان دييغو، وذلك من خلال الاطلاع على المجتمع الأمريكي عن قرب والتعايش الفعلي مع العوائل الأمريكية المستضيفة للطلبة العراقيين. الفكرة الأهم والهدف اللي جايته أنا بالنسبة للاختلاف الثقافات، كيف نقدر نستفيد من الـ يعني احنا عندنا ازمه، شلون نقدر نستفيد من المقابل انه يحل الازمه؟ فانا اريد استفيد كيف طريقه حل الازمه بالنسبه للثقافات المختلفه، مثلا امريكا اللي موجودين، انا عندي طريقه مختلفه في حل هاي الازمه، وهم عندهم اكيد طريقه مختلفه، فبذلك راح تكون عندي طريقتين انه اقدر احل الازمه. قالت ريام انه انطتنا هوايه نصائح، طبعا كل سجلت هي يعني انه شلون نبني فريق، شلون نخطط المشروع، واهم شيء التخطيط قبل المشروع، انه شلون نخطط بشكل كامل، شلون نسمع اعضاء الفريق، ما نفرد براي واحد، اسمع جميع الاراء ونشارك جميعا باتخاذ القرار، يعني تكون المشروع ناجح. أشاد المشاركون في ورشة العمل بمستوى ذكاء الطلبة القادمين من العراق وانفتاحهم على الآخر ورغبتهم العارمة في خلق فريق عمل تسوده روح التعاون. هذول الشباب ما جايين هنا لأمريكا بس حتى يتوانسون، ما جايين بس حتى يشوفون جمال سان دييغو، وأنا ما جايين عالم الشغل، لأنه الأسئلة كلها اللي سألوا لي إياها لها علاقة نوعا ما بالمشاريع اللي هم دي يفكرون بيها، سواء كانت الأهداف اللي يسووها، تنظيم فريق العمل اللي بدهم يجمعوه، أو حتى التمويل. فلاحظت إنه أكو جدية بأسئلة التموم بس مجرد تضيع وقت. يعني أنا كانت بالمدرسة عندي أفكار بس ما عندي جرأة أنا أسويها، هسه ازدادت جرأتي، ازدادت شخصيتي وقوة شخصيتي، يعني ممكن أسوي هواي أشياء وأفكار. تقيني وتخطين الخطوة بقوة يعني بهذا. وأنا وبالإضافة إلى صديقاتي وياي بالمدرسة أنقل معلومات عن البرنامج اللي أنا كنت فيه. أنت وين قاعدة يعني بهاي الفترة، وين تقضوها ويا عائلة أمريكية؟ إيه أنا قاعدة حاليا أنا وصديقتي مع عائلة أمريكية تتكون من أب وأم، عندهم 2 أطفال. الحياة عندهم كلش حلوة، بالإضافة لأن نظامي كلش التزام بوقت ونظام، الأطفال يعني شلون ينامون لازم، ها هي وقت محدد. والشيء اللي لفت انتباهي إنه الأم هي مدرسة تخلي لهم كلها بأوقات 20 دقيقة لازم يقرون كتاب يروحون برا، لازم 20 دقيقة يباعون كمبيوتر، الألعاب مو دائما يلعبون، هي تحدد لهم الأوقات، يعني شيء حلو.
الهدف من الخبرات التي يكسبها الطلبة العراقيون من خلال الفترة التي يتعايشون فيها مع المجتمع الأمريكي هو محاولة تطبيقها على أرض الواقع بعد عودتهم إلى العراق. فبالرغم من صغر أعمارهم، لكنهم أخذوا على عاتقهم مهمة مساعدة النازحين وخدمة العراق. لصباح العراقية، إيفون يوآش، كاليفورنيا.